بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله الطيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الموعد اليومي المتجدد، هذا الفضاء الاجتماعي من برنامج مفاتيح الذي يأتيكم من قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري. لازلنا مشاهدي على فاضل نطرح المواضيع التي تهم العائلة، واليوم مشاهدي على فاضل نستهدف جاليتنا الجزائرية المقيمة في خارج الوطن، هذه الجالية التي تتابع قناة القرآن الكريم بوفاء. نحاول مشاهدي على فاضل أن نوجه موضوع اليوم لجاليتنا، خاصة نحن في فصل الصيف يكثر توافد الجالية إلى أرض الوطن. نتساءل اليوم مشاهدي على فاضل أهمية الزيارات الصيفية لجاليتنا لأرض الوطن، وكيف تستغل جاليتنا الجزائرية المقيمة في الخارج هذه الفرصة في إعادة بعث هذا الهوية الوطنية وكذلك صلة الأرحام وعبر عديدة وأهداف عديدة لهذه العودة إلى أرض الوطن في العطلة الصيفية. وهل تعتبر واجب على الآباء أن يسطروا هذا البرنامج الصيفي لأبنائهم حتى يربطهم ذلك الحنين والعودة إلى أرض الوطن؟ هي أسئلة المشاهدين الأفاضل نثيرها اليوم في برنامج مفاتيح إلى غاية الخامسة والنصف، ولكم أن تشاركون عبر أرقام الهاتف التي تمر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى. وننتظر كثيرا مشاهدي الأفاضل التواصل والتفاعل من جاليتنا الجزائرية المقيمة في خارج الوطن، خاصة أنه يوم الأحد هو يوم عطلة بالنسبة إليهم. نناقش هذا الموضوع مشاهدي الأفاضل مع الأساتذة الأفاضل الأستاذ عبد الرشيد بوبكري. أهلا ومرحبا أستاذ الفاضل. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا أستاذ قروبي. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا أختي نايمة. أهلا وتحية للدكتور بوبكري معنا، تشرف بوجودنا معه. نعم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق في هذا الموضوع. نعم. لا أبدأ السؤال عادة بالتأصيل، أود يعني أن أبدأ السؤال بأيها كان في المهجر يوما ما وكان يحن إلى أرض الوطن الأستاذ عبد الرشيد أستاذ قرومي. نعم. ماذا كانت تمثل لك العطلة كسؤال؟ والله يعني بداية نحيي إخواننا في المهجر، يعني في العالم كله الآن، حيثما توجهت إلا وتجد عائلة جزائرية، يعني نتكلم عن الجالية الجزائرية، وبصفة عامة الجالية المسلمة موجودة في العالم كله، وهذا من آثار عالمية الإسلام. نعم. يعني من خصائص الإسلام أنه دين عالمي، فنجد المسلمين عبر العالم ونجد الجالية المسلمة من شتى البلاد الإسلامية تجتمع في بقعة من الأرض لأسباب عديدة ممكن سنتطرق إليها يعني فيما بعد. نعم. فالجالية في الخارج تحن إلى أصولها. أقول ما الذي كان يبعثكم لهذا الحنين؟ هذا أود السؤال حتى أبدأ التأصيل. نعم. والله أنا في الحقيقة يعني لم أهجر كثيرا للعمل، يعني كان سبب من الأسباب. كنت أدعى لأداء محاضرات ودروس في بعض المساجد والمراكز الإسلامية هناك في أوروبا، سواء في بلجيكا أو في فرنسا أو إيطاليا، يعني هذه المناطق اللي مشيت لها كثيرا. ونحيي بالمناسبة يعني الإخوة اللي يشوفوا فينا في هذه اللحظات. أقول وجودي في المهجر، في بلاد المهجر، ولو أنه وجود يعني مؤقت لأداء رسالة معينة، لكن الإنسان غير مر 15 يوما 20 يوم شهر يبدأ الإنسان يحن إلى مساجده ويحن إلى إخوانه ويحد إلى بلده وإلى يعني أن يشم رائحة البلد رغم ما يوجد من رفاهية هناك. فالحياة ليست كلها رفاهية، والحياة ليست كلها مادية، والسعادة ليست كلها مادة. نعم. إذن هناك رباط روحي يجعلك سعيدا، إذا كنت متعلقا بربك سبحانه وتعالى فستكون سعيدا. نعم. وإذا كنت بعيدا عن الله تعالى أو توشك أن تبتعد، أو الظروف المحيطة بك
تؤثر فيك سلبا بحيث تخاف على نفسك من الزيغ، فحينئذ تعطي لبلدك وتعطي لأصلك وتعطي لناسك، يعني كي نقول ناسك يعني المجتمع نتاعك، تعطيه قيمة التي يستحقها. ممكن احنا في بلدنا نحقر بعضنا بعض وما نشعرش بالقيمة التي نحن فيها ولا في النعمة التي نحن فيها، لكن لما الإنسان يخرج يتبين النعمة التي هو فيها ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولذلك لا نظن بأن وجود إخواننا في المهجر كله خير، يعني ممكن إذا نظرنا نظرة مادية ممكن، لكن إذا نظرنا نظرة تأصيلية أو نظرة أسرية بعيدة المدى، نجد بأن المهاجر هذا اللي هاجر من أجل العمل ولا هاجر لظروف سياسية أو هاجر لظروف أمنية وما إلى ذلك، إنما دفع إلى الهجرة دفعا. ولو سألته أتود البقاء في هذا البلد يقول لك أنا يعني لولا الظروف التي دفعتني إلى هذا لكنت في بلدي أفضل. نعم. ولذلك احنا نقول ما يقول الشاعر: بلادي وإن ضن علي أهلها، بلادي علي عزيزة وإن ضن علي أهلها فكرامه. نعم. يعني مهما كان لما الإنسان يخرج من بلده يشتاق إلى الموطن الأصلي نتاعو. وطبعا احنا كاين واحد البعد إيماني لابد أن نشير إليه في هذه المقدمة، وهي أن موطننا الأصلي جميعا هو موطن أبينا آدم، الجنة. نعم. التي طرد منها أبونا آدم بسبب تلبيس إبليس عليه. نعم. فطرد من هذا الموطن الأصلي، وكلنا نحن إلى موطننا الأصلي أو مسقط رأسنا كما نقول عموما، كل إنسان يحن إلى مسقط رأسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة إلى المدينة المنورة يخرج وعقله في بلده يقول: والله إنك أعز البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يعني شهد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومكة يعني ما بها من ضر و مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخرجت منك يعني إخراجا، يعني كأني طردت منك، وإلا ما كنت لأغادر موطني ولا ما كنت لأغادر وطني. إذا المغادرة عندها دافع إيماني محافظة على العقيدة، وعندها دافع اجتماعي لتحسين الظروف الاجتماعية، وعندها دافع سياحي. يعني الإنسان يخرج للسياحة في الأرض، لكن أن يقيم بين ظهراني المشركين هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الهجرة والخروج من أرض الوطن له دوافع عديدة ممكن سنفصل فيها فيما بعد إن شاء الله. ونحن إن شاء الله تكون هذه الحصة مفاتيح لكل جاليتنا الجزائرية المقيمة خارج الوطن لكي تستغل هذه العطلة الصيفية حتى تتدارك مفاتها، خاصة في غرس القيم والمبادئ والأخلاق وربط الأباء بالأبناء بالأرض. أستاذ عبد الرشيد أبو بكري، بداية ربما ما ذكره أستاذ قرومي ما توصلنا إليه، أنه الحنين إلى الوطن مهما كان البعد ومهما كان كانت الرفاهية إلا ذلك الحنين وذلك الشوق لكي نعانق الأرض ونتواصل مع البلد. هل هو شعور فطري كل واحد منا يملك هذا الشعور، أو هناك من لا يملك هذا الشعور من ناحية النفسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالفعل في القلوب جلبت على حب أوطانها، وما من عبد وما من إنسان نشأ في مكان إلا و يحن إلى ذلك المكان مهما تكون الظروف، حتى وإن كان في ظروف جيدة، حتى وإن كانت الظروف التي يمر بها والسكن الذي يسكنه أو المكان الذي يتواجد فيه أو البلاد التي يتواجد فيها يجد فيها من وسائل الراحة ويجد فيها من وسائل النصرة ويجد فيها من وسائل الإطمئنان والاستقرار، لكنه دائما يبدأ يحن إلى ذلك الموطن الأصلي الذي نشأ فيه، نشأ فيه أباؤه، نشأ فيه أجداده، نشأت فيه مجتمعه، ذلك الموطن الذي يرتبط بعاداته وتقاليده وقيمه ومعتقداته، ذلك الموطن الذي يبقى دائما
هو الوطن الأم الذي هو في قلب كل إنسان، في كل إنسان في قلبه هذا الوطن كالأم، يعني يصبح كالأم التي هي التي دائما تشاء على أبنائها وتحن على أبناء وتحن على أبنائها إلى غير ذلك. ومن هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في 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 هذا في هذا المثال ولا في هذا المجال، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام رغم وجده في المدينة المنورة من استقرار، رغم وجده في المدينة المنورة من نصرة، رغم وجده في المدينة المنورة من أشياء التي كان يوصر بها دين الله سبحانه عز وجل، ولكنه كان دائما يتفقد ويبحث في القوافل التي كانت تأتي من مكة ويسأل عن أخبار مكة وما الذي يجري في مكة. كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بل نجده عليه الصلاة والسلام كان يعمل جاهدا على أن يعود إلى مكة من جديد، حتى صد في المرة الأولى وحاول المرة الثانية حتى عاد إليها فاتحا وعاد إليها فاتحا، بل في رجوعه إليها فاتحا مع كل القوة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول أرفقوا بأهل مكة ويقول أذهبوا فأنتم الطلقاء، فكأنه يعني حافظ النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة قرابة الوطن وقرابة الرحم التي يحن إليها كل إنسان. ومن هنا في الإنسان المؤمن إذن يحن مهما تكون به تتخذه الأبعاد، يعني تكلم الأستاذ محمد في أن الإنسان تأخذه الكثير من المجالات والدوافع التي تدفعه إلى أن يرحل عن هذا الوطن أو يرحل عن المكان أصله الذي يتواجد فيه أصوله، لكن تبقى دائما هذه الدوافع، دوافع الشوق ودوافع الحنان ودوافع العودة يوم ما، تبقى دائما مرتبطة. قد لا يرتبط هذا فقط بالوطن الأم ككل كوطن كبير، قد ينتقل فقط في وسط الوطن الأم، فقط ينتقل المكان من مكان من ولاية إلى ولاية وربما من دائرة إلى دائرة، يبقى دائما يحن إلى المكان الأصلي، مكان مسقط الرأس ومكان الولادة، لأن مكان الولادة له خصوصيته أن الإنسان من ذلك المكان رأى الدنيا كلها، من ذلك المكان الذي زاد فيه ربما حتى في وسط البلد يحن إلى بيته وسكنها أكثر مما يحن إلى البيوت الأخرى والسكنات الأخرى التي موجودة في نفس القرية أو في نفس الحي إلى غير ذلك، فتجده يدافع على هذه المنطقة بيته وسكنه. ولذلك رب سبحانه وتعالى قال وجعل بيوتكم سكن وجعلكم من البيوت سكنا، فهذه البيوت جعلها الله سبحانه وتعالى نوع من وطن المصغر، ثم تبدأ تكبر الدائرة شيئا فشيئا حتى يصبح الإنسان يحافظ في كل مجال من مجالاته ولا في كل دائرة من هذه الدوائر، دائرة البيت ثم دائرة الحي ثم دائرة المدينة ثم دائرة الوطن الأم ثم دائرة الأمة الإسلامية ككل، لأن يبقى وطن الإسلام الذي هو مكة المكرمة يبقى دائما الناس كلها تحل إلى مكة المكرمة، لأن تبقى عندنا ارتباط بها، ارتباط عقائدي، ارتباط إيماني، ارتباط روحاني، هذا الارتباط الذي مهما يكون فتبقى الناس دائما تحن إلى بيت الله الطاهر لا مكة المكرمة، مهبط الوحي ومهبط القرآن الكريم. ومن هنا عندما نتحدث عن الوطن، فمهما تحدثنا عن الوطن فإننا لن نفي حقه، ما نخلصش نفي حقه. وربما جالياتنا الآن، هذه الجاليات التي في كل ما يعني تجد إنسان غير يأخذ العطلة فأول شيء يفعله أن يحزم حقائبه ويعود إلى ليزور أهله ليزور وطنه، خاصة إذا كان الإنسان عنده في ذلك المكان عنده أب ولا عنده أم ولا عنده رحم، لابد أن يزور هذا الرحم التي أوصى الإسلام بزيارتها. فهنا تجد الناس يأتون من أجل أن يشتموا رائحة البلد، من أجل أنهم يتشبعوا بقيم ومعتقدات هذا البلد. ومن هنا نقول الآن هذه الجالية الآن التي تأتي إلى أوطانها وتأتي إلى البلاد في هذه الأيام، ينبغي أن لا تفوت الفرصة فقط في السياحة وغيرها، فينبغي أن يتشبع أبناؤها في كثير من المواقف والكثير من الأمور التي لا يجدونها في بلاد الغرب، خاصة يعني في كاجتماع العائلات، كصلة الرحم، كقراءة شيء من القرآن، تشبع بكثير من القيم الاجتماعية خاصة التي الاجتماعية والأسرية التي ربما يفتقدونها في بلاد الغرب. ومن هنا ينبغي أن يرى هؤلاء، يشوفوا هذه الأشياء، يشوفوا هذه القيم، يشوفوا هذه العادات، يشوفوا هذه التقاليد، يتشبث بهذه التقاليد، تقاليد الزواج، تقاليد اجتماعات الأسرة، تقاليد الزيارة. فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن يتعلمها الأبناء، خاصة عندما ينقل الأبناء إلى أوطانهم الأصلية فيتعلمون، فحتى لا يفتقدوا أصلهم. أحيانا تجد بعض الناس ينسى في بعد الزمن، مثلا الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، خاصة الجيل الثاني. نعم فهذا خاصة هذا
الجيل الثالث الان الذي ربما يحتاج ولد هناك ولد هناك وزاد هناك وما يتكلمش لغه اللغه. وربما هنا بالمناسبه الان هذه الايام بطوله افريقيا، فنجد هؤلاء الشباب الذين تفضلوا لانهم تشبعوا في صغارهم بحبهم للوطن وبالكلام على الوطن، لما اثروا ان يتركوا ربما فرق اكثر شهره واكثر اكثر 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 استقرار واكثر تقدم من الجزائر، فياتون من اجل يلعبوا. فالذي اتى به هو هذا التشبع الذي ينبغي ان يكون. ولذلك مليح اننا هناك قيم اجتماعيه لابد ان ياخذوا بها، هناك قيم فرديه شخصيه لابد ان يتعلموها، وهناك قيم ايمانيه لابد ان يتشبثوا بها. اكيد سنرى الاليات للتشبث بهذه القيم. استاذ عبد الرشيد بوبكري، استاذ قرومي، انطلاقا من هذه الاهميه التي ذكرها استاذ عبد الرشيد بوبكري في العوده الى ارض الوطن وقضاء العطله بين الاهل والاحباب، انطلاقا من هذه الاهميه، هل يعتبر واجب على الاباء اتجاه ابنائهم ان ينظموا مثل هذه الرحلات الصيفيه الى ارض الوطن سنويا ودوريا؟ نعم، إنه واجب التربية. أعرف كثيرا من إخواننا في الجالية من الجالية الجزائرية من خشي على أبنائه من الضياع، فاضطر إلى أن يأتي بأبنائه ويسجلهم هنا ليتعلموا هنا في المدارس الجزائرية، وبقي هو هناك لأن الظروف لا تسمح له بأن يأتي. انظري إلى كيف يفكر إخواننا في الجالية، يقول لك لو تركت ابني هنا يتعلم هنا فسيكسب كل الموروثات الموجودة من الغرب، الموروثات السلبية التي ليست موجودة عندنا. ربما نحن لا نطلب هذا السقف، على الاقل ربما زياره استاذ عبد الرشيد الرومي، يعني على الاقل زياره يعني في العطله الصيفيه. أنا اتحدث عن الخطوره ليس فقط عن العطله الصيفيه، اتكلم عن ناقوس الخطر الذي يدقه اخواننا وجاليتنا هناك. من وجد من يكفل ابنه يعني من ناحيه، اقول من ناحيه التربويه ومن ناحيه الاجتماعيه، يفضل يقول لك انا اترك ابني مع ابي وامي في البلد يتعلم في البلد ويعاشر ابناء البلد ويطلع يعني ينمو نموا سليما من خلال ما انتشر عندنا من حب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع الأذان والذهاب سويا إلى المسجد لأداء الصلاة والذهاب سويا إلى المسجد لتعلم القرآن الكريم، وتلك العادات التي انتشرت وهي من صميم ديننا. كاين اللي يفكر هكذا، ومن لم يستطع فتجدينه حريصا كل الحرص بأول يوم عطلة لأبنائه يأتي بهم جميعا إلى أرض الوطن، ولو كان ذلك مكلفا من ناحية مادية. فلا يفكر ماديا رب الأسرة، لو قلت له يا ودي هذا يكلفك كذا من الأورو، يعني ربما أكثر من كي يستقام له الرحلة أكثر من 5000 أورو. تصوري يعني في السنة 5000 أورو أموال بالنسبة لهذا الشخص، لكن إذا وازن بين المحافظة على أصول أبنائه وأخلاقيات أبنائه يقول لك أنا أفضل أن أخسر المال ولا أخسر ولدي عندما يكبر. نعم. فهذلك الاحتكاك الذي يقع بين أبنائنا في الجالية لما يأتون إلى هنا، حتى ولو أنهم لا يحسنون حتى النطق باللغة العربية فيتعلمون يكسروها ويلبزوها، لكن يتعلم مع أبناء عمه لأبناء عمته لأبناء خاله لأبناء خالته، يتعلم معهم يضحكوا عليه، لكن ترينه يجتهد في التكلم باللغة العربية، وكل هذا رصيد يجب أن نحافظ عليه. يقلد أبناء عمه لما يتوجه إلى المسجد يروح معهم ولو أنه ما يعرف شيء، لكن تنغرس فيه هذه المعاني، معنى حب المسجد ومعنى حب القرآن الكريم ومعنى حب العائلة ومعنى الترابط الأسري والتكافل الأسري وتلك الاجتماعات التي تقع بمناسبة الأعراس سواء في المآتم أو في الأفراح، فإنه يتأثر بها أيما تأثر. لهذا قلت نجد جاليتنا في المهجر تسعى لأن تذهب بأبنائها، إن لم تستطع
فإنها تستغل المواسم الدينية هناك، مش شرط تأتي بهم إلى البلد الأصلي، فإنهم يسعون أن ينقلوا البلد الأصلي إلى ديارهم فيحيون ويعيشون معيشة إسلامية. وأنا جربت يعني رمضان 3 مرات يعني خارج البلد، كما أعطيت لإخواني في الجالية افتقدت أنا يعني الحرارة، حرارة الأسرة وحرارة رمضان وسط الأسرة، يعني شيء لا يقدر بثمن. نعم أكيد. فتنتقل فتجد يعني جو مغاير، جو مغايرا، لكن جو يدفع على الفرح، تشعر بأن الجالية يعني متماسكة، حتى ولو مش غير الجزائريين، تجد بأن الجزائريين والتوانسة والمغاربة والمصريين كلهم كتلة واحدة، لا فرق بين هذا وذاك. يعني تتجسد مقولة الشاعر: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. فتجد يعني جاليتنا في الخارج في شهر رمضان خاصة تجتمع مع بعض، كل يعني جاي من بقعة من العالم الإسلامي، لكنهم يجتمعون في شهر رمضان ويتآلفون بحيث لا يعني لا تميز بينهم، نقول هذا من بلد فلاني وهذا من بلد فلاني. لماذا؟ لأن الذي جمعهم حب الالتفاف حول أصل من أصول هذا الدين، وهو شهر رمضان أو صيام شهر رمضان. فترى الإفطار الجماعي، حتى اللي يعني في داره وعنده أن يفطر، مش غير اللي عابر السبيل كمثل ما نفعل إحنايا. إحنا ندير الإفطار جماعي لعابري السبيل ولا للأيتام وما إلى ذلك، لا، لكن هناك يقوموا بهذا العمل توحيدا للجالية. فترى بأن الجالية كتلة واحدة. أعطيكم نموذج فقط، يعني يأتيني مغربي بعد محاضرة في المسجد بعد صلاة التراويح ويحضنني ويقبل، أنا ما عرفته يعني هو من المغرب، يعني من أشقاء أنا في المغرب. فلما احتضنني اللي معي الجزائري اللي كان يرافقني قال لي: يا الشيخ ما عرفتوش هذا مغربي ويحب قناة القرآن كثير. جميل. يعني شوفوا فقلت له انا يعني بمزاح، قلت له انتم ما عندكم في القناه نتاعكم يعني قنوات؟ نعم. اقصد القناه فيه قنوات يعني. نعم. فقال لي: ان قناتكم نحن اكثر مشاهده لها من القنوات نتاعنا. سالته لماذا؟ قال: نشعر فيها بالصدق. الحمد لله. يعني قال لي: نشعر بالصدق والبساطه. يعني فرحت لذلك ببركة يعني القرآن الكريم. نعم. هذه بركة القرآن الكريم. يعني تلاحظين بأن جاليتنا، ولما نقول جاليتنا احنا نقصد الجزائريين فقط، لكن لما ترى مثل هذه النماذج فتشعر بالبعد العالمي لما تقدمه قناة القرآن الكريم. نعم، لما تقدمه قناة القرآن الكريم. وقناة القرآن الكريم استطاعت أستاذ عبد الرشيد أبو بكري أن تربط ذلك الوصال مع جاليتنا الجزائرية المقيمة بالخارج، وترفع الصحوة لدى أبناء الجالية، أبناء الجالية خاصة كما ذكرت الجيل، هذا الجيل الثالث الذي يعاني من عدة مشاكل ومن عدة مخاطر تتضارب من كل الجهات فيما يخص الحفاظ على القيم والحفاظ على المبادئ والحفاظ على الأخلاق وسط العديد من رياح العولمة والعديد من الأخلاق المضادة والقيم التي لا تتشابه وقيمنا. من هذا المنطلق ربما المسؤولية، مسؤولية تربية الأبناء، هذه الخطوة التي يقوم بها الأباء هي تندرج ضمن إطار مسؤولية تربية الأبناء أستاذ، كآلية من الآليات. بالفعل، وهذه آلية مهمة جدا. أستاذ كريم كان يتكلم على بعض ممن يتركون أبنائهم، وأنا أعرف من تركوا وظائفهم هناك وعادوا إلى الاستقرار في الجزائر من جديد. نعم. لأنك هناك صح قد تكون الأمور المادية سهلة وميسرة، وقد يكون الإنسان راتبه راتب لا بأس به، وقد يجد من الاستقرار المادي في والمعيشي في كثير من المجالات، لكن من يعرف بأن أبنائه سيخسرون الكثير من القيم ويخسرون الكثير من المعتقدات، التفكك الأسري. ماذا عن الاستقرار المالي أمام التفكك الأسري؟ نعم.
فلذلك الذين يعرفون ذلك ويعطون قيمة لهذا الأمر فهم بذلك يعودون من جديد، يريدون أن يعودوا من جديد. لكن ليس بالضرورة الإنسان يعود، لكن يمكن من منطلق وجوده هناك أنه يجد. والآن وجد أمامنا كثير من الآليات، وجد كثيرا أمامنا الكثير من الأشياء، منها مثلا هذه القناة المباركة التي تقدم الكثير من العمل، وتقدم ربما عمل خاص وموجه إلى هؤلاء المهاجرين حتى يستطيعوا أن يواكبوا. الآن أصبح العالم الآن من خلال هذه القنوات الإعلامية كقرية مصغرة، وأصبح العالم الآن من خلال هذه القنوات كبلدة واحدة، فالناس يتقاربون فيما بينهم. ولكن لا تكفي أستاذ عبد الرشيد، أكيد لا تكفي. أكيد لا تكفي. نود أن نوصل الرسالة بأن هذه الخطوة أحيانا تكون واجبة على خاصة اتجاه الجيل الثالث. أستاذ عبد الرشيد بالفعل، لأنه لابد من هناك ما يسمى بعمل جواري أو عمل تربوي منظم، وهنا لابد الآن على هذا الجيل، لا يكفي فقط على أن أنها تأتي مرة في العام، بل فعليها أن تنظم نفسها هناك من خلال جمعيات، من خلال موجود منتديات. موجود نعم هذا، نعم. هذا التنظيم الذي يعطي من بعد ويجد هؤلاء الأبناء في هذا الإطار، وعلى الأولياء حينئذ أنهم يتابعون أبنائهم، لأن ربما تجد بعض الأولياء هم أنفسهم ربما يبتعدون عن كثير من الكثير من الأشياء. تجد مثلا بعض الأولياء ربما لا يقيم الصلاة هو في ذاته، ما يصليش في الدار، ما يصليش الصلاة في وقتها، ما يقراش قرآن في الدار. فهذه الأشياء التي يتأثر بها الأطفال، فعلى الآباء والأولياء هنا مسؤولية كبيرة جدا على الأولياء، وهذه المسؤولية على تربية الأبناء مهمة جدا. فلابد أن يراك أبناؤك، أن يراك تقرأ القرآن، أن تأخذ بإيدهم يوم الجمعة وتذهب بهم إلى صلاة الجمعة، أن يتعرفوا على المسجد، أن يتعرفوا على العائلات الجزائرية ولا الإسلامية هناك التي يندمجون معها من خلال رحلات، من خلال إفطار رمضان مثلا كما كان يتكلم الأستاذ، من خلال رحلات منظمة، من خلال اجتماعات منظمة، من خلال لقاءات جوارية عائلية التي من خلالها يندمج الناس بعضهم مع البعض. لكن هنا كما أسلفت هو الدور كبير جدا على الأولياء الذين لا بد عليهم أن ينتبهوا هذه القضية، والمسؤولية عليهم كبرى. إذا كان مسؤولية الأولياء في تربية الأبناء هنا في البلد مسؤولية كبرى، ففي خارج البلد تكون مسؤولية أكبر، وتكون هذه مسؤولية أكبر إذا كان أحد الزوجين غير موش، يعني كان اختلاف في الجنسية ولا من بلد آخر، وهنا تكمن المسؤولية أكثر، لأن سواء خاص بالنسبة للآباء، لأن إذا كان خارج الزوجة نتاعو ماهيش مسلمة أو أنها من ليست لها ثقافة جزائرية ولا ثقافة الوطن، فهنا تكبر المسؤولية أكبر في إلزام، مش نقول إلزام، في تربية هؤلاء الأبناء وفي تحفيز هؤلاء الأبناء من أجل أخذ عادات آبائهم وعادات أجدادهم وعادات أصولهم والمتابعة لهؤلاء الأصول، لأن أمر خطير جدا. لأن يذكر لي أحد الإخوة هناك كان إمام في إحدى البلدان، كان رئيس جمعية الأئمة هناك، وكان يحذر تحذيرا بالغا من الزواج المختلط خاصة، يقول أن يعرف أحد المسلمين هناك تزوج بزوجة من البلد الذي كان مهاجرا فيه، فمر لخلاف بناتهم، فذهبت واشتكت به، فأخذت له الأولاد وذهب، فضع الأولاد وضعه وبقي هو تفكك أسرة. روح ما تفكك. قيمة هذه الأموال؟ إذن ما قيمة الأموال، وما قيمة حتى أنك هنا الاختيار في العلاقة الأسرية، الاختيار في العلاقة الزوجية. فبقدر ما يحرص الإنسان على أن يكون الاختيار في هذه العلاقة الزوجية اختيار مبني على أسس ومبني على قيم ومبني على معتقدات، من قدر ما نحفظ لأبنائنا هذه الأجواء التي يتربون فيها، أجواء إيجابية، أجواء لا تبعدهم كثيرا عن أوطانهم، أجواء إيمانية، أجواء إسلامية، حتى ولو بالشيء القليل الذي ينبغي. ولذلك أعيد وأكرر، في المسؤولية كبيرة ومسؤولية جليلة، وعلى الأولياء خاصة أن ينتبهوا إلى هذه القضية بالذات حتى يتجنبوا الكثير من مخاطرها. نعم، شكرا، بارك الله فيك. نعم. أستاذ عبد الرشيد أبو بكري، مشاهدي الأفاضل، نواصل النقاش لكن بعد أن نتوقف مع هذا الروبورتاج الذي أعدته الزميلة فلا بن كردو حول الموضوع، ثم نعود. هكذا ترسو السفن بميناء الجزائر، وعلى متنها أزيد من 500 عائلة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، قادمون لأرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. هنا في ميناء الجزائر عندنا نهار بنهار عندنا arrivée départ. Par exemple, كيما عندنا ليلي غوس، l'arrivée تاعو le matin 8h30، départ تاعو 12h.
عندنا ديبار أليكونت تلاريفي لو ماتان 7 أور ديبار كان سور أليكونت سي 19 أور بارسلون سي 17 أور هي سي تبدا يعني من 15 جوان حتى قول لي لا كانزان تاع سبتمبر هذه الفطار اللي تكون فيها يعني في لا سيزون اللي تكون فيها بزاف العدد تاع الجاليه اللي تجونا من مارسيليا ولا من برشلونة ولا من أليكونت لا بلوبار تاع الجاليه الجزائريه يجوا باسكو سي لي فاكونس يجوا مع الاعياد كان يجوا عيد الكبير عيد الصغير سورتو انا بوكو دوموند بوندون لي فات. العطلة الصيفية فرصة للعودة إلى أرض الوطن، هذا ما أعرب عنه أفراد الجالية الجزائرية بمجرد وصولهم من السفر. كانت ممتعة franchement tranquille on a passé des bons moments dans le bateau c'était des bons services c'est pas que la première fois c'était bien on a tout caché à l'intérieur les familles ils étaient à côté et ceux qui n'étaient pas en famille alors ils ont resté c'est normal. جينا نشوف الوالد الثاني كثر تنشوف الوالد تاعنا يتوحشنا وليدي يشوف جده وجداته توبا بيا نجي كل عام نجي صافي كان جور كنت هنا ما الصيف الصيف علاش تحبوا الجزائر ما تروحوش هو بلادنا بلادنا احنا وطنيين نبغوا بلادنا هذه هي البروغرام تاعك ان شاء الله بحر الدار لا فامي العائله ان شاء الله احنا قلنا نحوسوا بلادنا مليح واللي كتبها ربي مرحبا بها ونشوفوا ناسنا ونوريو الكلمة تاع بلادنا وناكلوا البيو تاع البلاد. أنا جيت من بلجيك. كل عام نجوز. عندنا الكونجي تاعنا نجو نبروفيتيو هنا مع والدينا وبلادنا دراهمنا ندوهم نعطيهم لبلادنا ما نعطيهمش أير. أنا جاي نشوف الوالدة عندي ديجا عامين دروكا ما جيتش. بروغرام نروحوا نعقبوا عطلة صيفية مع الأولاد وكاع باسكو الأولاد بعتهم بار أفيون. نحب نعاود نولي للأصل الرجوع للأصل فضيلة. بالرغم من اختلاف وتنوع البرامج التي تخطط وتسطر لها الجالية الجزائرية لكن هدفها واحد هو قضاء عطلة مميزة في رحاب أرض الوطن. جميل أن نرى هذه النماذج التي تحن إلى الوطن وترسم أهداف سامية خلال عودتها إلى أرض الوطن وقضاء العطلة الصيفية. ربما بدنا أسمى هذه المقاصد أستاذ قرومي صلة الرحم والتواصل نعم. مع الأحباب والأصحاب داخل الوطن هو مقصد سامي وله الأجر الوفير وواجب كذلك كما ذكر أستاذ عبد الرشيد بوبي. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدس من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته يعني الرحم هذه اشتق الله اسمه أو لها اسما من اسمه كيف لا تكون العناية بها ورعايتها فصلة الأرحام هذه تقوي الأسر وتقوي المودة وكذلك يعني تغرس في الولد الذي يأتي ربما لأول مرة أو لمرات متعددة تغرس فيه معنى الحب الحقيقي الذي ليس له دافع إلا المودة والرحمة التي تنشأ في الأسرة فرجوع هؤلاء بأبنائهم عنده أكثر من رسائل رسالة أولى توحي للولد هذا الذي جاء من بلاد الغرب إلى موطنه إلى أن البلد الذي هو فيه ليس موطنه نعم. وإنما هو لغرض رأى ثم في هذاك البلد ما هوش بلاده فيدرك الفرق بين كونه في أوروبا وكونه في بلده يدرك نستقبل نعم. نستقبل مكالمة محمد من تمنراس بعد إذن مرحبا. حتى لا نتركه ينتظر طويلا الأخ محمد من تمنراس السلام عليكم أهلا ومرحبا السلام عليكم استاذ ايمن لباس الحمد لله وانتم كيف الحال وكيف درجه الحمد. الحراره في تمن راست والله في نعم لله الحمد نعم في حراره في تمن راست الاخ محمد كاين حراره بصح لاباس مقبوله 50 درجه الحمد لله على كل حال ربي معكم اعانكم الله اعانكم الله الاخ محمد امين واعنا جميعا نعم اجمعين ان شاء الله نعم السلام لك استاذتي وربنيتي يمنى والسلام على شيوخ الافاضل كل واحد باسمي شيخنا محمد وشيخنا ابو بكري وكل المستمعين داخل الوطن وخارج الوطن والله العظيم شيء جميل من يعني يدلنا على جماعه الغربه
وخاصك تسمع التعليق هذاك كيفاش يجيبوا الاولاد وكان واحد يشوف الوالده ونشوف الوطن ونشوف العائله، يعني باللي الحمد لله الجزائر مازال متضامنين وحاسين وحاسين بوضعهم. شفنا نبدا من الشيخ ابو بكري قال لك احيانا يعني ما تقاطع راسك هذا يعني انا في الوطن وتحس يعني عنده واحد المكانه خاصه، وكان ما تقاطع راسي يعني وراه الوالده تسكن يعني كيجي لتم المكان هذا وخاص المكان اللي زدت فيه في الدار تما نحس واحد الحنين وشي يعني شي يعني ما وصفوا لا الانسان اللي عاش المرحله هذه. شوف احنا في العطله الصيفيه درك احيانا الاولاد نتوعنا قبل يعني عندهم مدارس دينيه يعني تما عند في الزاويه وكذا، يعني كيجيو في العطله تلقى الاولاد متشوقين وانت بغيت نروحوا للدار ونشوفوا نشوفوا ما وشوف جدودي وشوف اخواتي وشوف كذا، يعني يحسوا بالحنين هذاك دائما نكون رابط مثلا يشوفوا عمام يشوفوا عمام اللي يسكنوا يشوفوا اخواتهم يشوفوا كذا، يعني شيء جميل. الولد الله يغفر له ورحمه في سنه 82 راح للحجاز الحج. نعم. وحنا كنا صغار وبعد ما دخلنا يعني سلمنا قالوا في الدار الجلسه الحميميه وما ادرك في البقاع في البقاع المقدسه يعني عند الرسول عليه السلام. بهذه العباره الولد شوف عطانا فيها زوج رسائل. قال لي بهذه الكلمه قال لك شوف شوف يا وليداتي قال لك مجرد ما كملت المناسك تفكر الوطن. يعني حس يعني رجع للجزائر شوف هذا عند الرسول وما ادراك. قال لي بهذه الكلمه الله يغفر له ويرحمه قال لك مجرد ما الطائره حطت في مطار هوارب ومدين حسيت بروحي راني في البلاد. يعني احنا كنا صغار انتبهوا يعني على الاستفهام، من بعد كي تولي تفهم ولي تعرف ان الرسول والاسلام تاعنا يحببنا حب الوطن شيء جميل، وخاص كي نغرسوا في ابنائنا. هذا لماذا وعلاش يعني الانسان كيعز وطنه ويحب وطنه ويغرسها في الابنان تاعو على الشهداء والناس اللي ضحات على الوطن وكذا. انا احيانا كيكون جالس في داري نقول لهم شوفوا وليداتي الجزائر هذه يعني بلادكم ما كانش كيما الروح، ما كانش عز الانسان يبغي النفس تاعو، ولكن الناس قدموها للجزائر بان الوطن اغلى من الروح. يعني شوف الناس اللي قدموا علاه باش الواحد يفوت نيم كيما يقولوا صغير. احنا عندنا مثال عندنا في البلاد يقول لك الودن ما تكبرش معناها كي دير حاجه تدخل في المخ تاعو تقعد فيه فر صغير يعني راها صفحه بيضاء من واجب. والله شيء جميل وشيء يشرف وهذه الحصه رائعه. وشوفوا دليلها باللي مهما كانت تكون ظروف هذيك الناس المغروسين بالوطن ومغروسين بابناء الشهداء وابناء مجاهدين وابناء علماء كذا تكون عندهم حب للوطن خالص لله. الله يتقبلنا منهم كصالح مال ويقبلنا منهم في حب ورضاه. والله مرحم الناس اللي ضحات على الجزائر والناس اللي بحالي راهم يخدموا البلاد وخايفين على البلاد وقام بواجبهم. الله يبارك فيهم والله يجزيهم خير. الله محفظ الجزائر. اللهم امين يا رب العالمين. وانتم الشيوخ وانتم يا بنيتي او استاذتي والشيوخ اللي راهم يحبوا فينا الوطن هذا الوطن الغالي اللي ضحات عليه النفس والنفيس. وشكرا وبارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك الاخ محمد من تمن راس. اذا في انتظار مكالمات اخرى عبر ارقام الهاتف التي تمر اسفل الشاشه نواصل الحديث والعودة إلى أرض الوطن وأهداف هذه الخطوة الأساسية المهمة أستاذ. نعم العودة إلى أرض الوطن من العوامل التي تغرس في الأبناء الجالية حب الوطن. تصور إنسان يروح يتغرب ولا يفكر في الرجوع إلى الوطن ولا في أن يرجع بأبنائه إلى الوطن، أكيد هذاك الرابطة جفاء هذا يعتبر يدخل في باب الجفاء. طبعا هذا يعتبر من الجفاء ومن نكران الجميل، لأن الإنسان اللي تربى هنايا وعاش هنا وقرا هنا ومن بعد شاء الله له أن ينتقل إلى بلد آخر من باب شكر النعمة أن الإنسان يرد الخير على الأقل يرد الخير نتاع البلد نتاعو. من عدم بذكر الجميل نتاع البلد هذا وثانيا بعدم نكران هذا الخير وربط أبنائه بالوطن. ممكن هو لا يستطيع المجيء لظروف معينة لكن يسمح لأبنائه بالذهاب إلى الأسرة الكبيرة، كاين أسرة صغيرة وكاين أسرة الكبيرة. وأكثر من هذا إن لم يستطع المجيء سعى لأن يغرس المبادئ التي تعلمها في وطنه من حب تاريخ هذا الوطن ومن حب تضحيات هذا الوطن، كما كنا نسمع أخونا محمد يتكلم يعني من تمن راسد. الانتماء مهم جدا، غرس الانتماء الحقيقي لهذا الوطن لهذا التراب النسبة لهذا الوطن. فالانتماء لبقعة من الأرض ذاك جزء من شخصية الإنسان. الشيخ الغزالي شيخنا رحمة الله عليه يقول أنا فرعوني عربني الإسلام
نعم. ولا بأس أن أقول أنا أمازيغي ولكن عرفني الإسلام، بمعنى أنتمي إلى هذه البقعة التي فيها الإسلام يعني مجذر أو يعني متجذر، وفيها العروبة متجذرة، وفيها هذا البعد وهذا اللغات المتعددة اللي هي جزء من هوية هذا الوطن، لابد أن نغرسها في أبنائنا وأن لا نميز ونفرق بين أبناء البلد الواحد. نعم. وهذا لا يتم إلا إذا اعتنينا بأبناء الجالية يعني منذ الصغر. نعم. ذكرت لك حادثة يعني وقعت. نعم. في لا بأس أن أذكرها. نعم. وهي لأحد الشباب المصريين يعني في الجالية، وهذه وقعت في إيطاليا. يأتي للإمام ويشكو ولده، قال يا شيخ وقعت على رأسي طامة الكبرى. قال ما بك؟ قال ابني صار ملحدا بعد ما بلغ ولده 20 سنة، يعني وقعت الفاس في الرأس، صار ملحدا يعني لا يؤمن بالله ولا صلاة ولا صيام ولا هم يحزنون. قال يا أخي ضيعت ابنك وهو صغير، بمعنى لم تعتني به، اشتغلت بالدنيا واشتغلت بالدينار والأورو واشتغلت بالجري وراء الدنيا وضيعت فلذتك بيدك. الآن رجوع ابنك إلى دينه كم يلزمه من وقت وكم يلزمه من مال وكم يلزمه، يعني رجوعه إلى دينه لا يقدر بثمن. لهذا لابد، وهذه رسالة لإخواننا في الجالية، أن يعتنوا بأبنائهم، وهذا الشيء موجود ولله الحمد. يعني رأيت بأم عيني، تصوري في مركز صغير في قرية صغيرة تجد أكثر من 200 تلميذ يعني يتعلم القرآن الكريم يومي الجمعة ويومي السبت والأحد، وهذه الفرصة نتاعهم، ما عندهمش فرص أخرى. يتعلم أبنائهم القرآن الكريم في المراكز الثقافية أو في المساجد في البلاد التي تسمح بذلك، فلا بد من أن يرسلوا بأبنائهم إلى تعلم القرآن الكريم، لأنك إذا ربطت ابنك بالقرآن فالقرآن يحفظه. نعم. ولهذا قال أحد العلماء علموا أبناءكم القرآن يعلمهم القرآن كل شيء. نعم فعلا. فلا نجاة ولا منجا من هذه الحياة وهمومها إلا بالرجوع إلى كتاب الله تعالى. نعم فعلا، القرآن هو صمام الأمان وسط المثيرات المتعددة. هناك أستاذ عبد الرشيد أبو بكري، أحيانا ربما بعض يعني الأباء في الجالية يرفعون هذا الإشكال أنه أبنائهم يرفضون العودة إلى أرض الوطن خاصة مع سن المراهقة، ما هي الآليات التي يستعملونها الأباء لأبنائهم حتى يحبذوهم في العودة إلى أرض الوطن، لأنه إشكالية يعني تطرح بحدة أستاذ عبد الرشيد. هو هذا إشكال، هناك مجموعه من الاشياء لابد الان على الاباء والاولياء لابد ان يقوموا بها. الامر الاول لابد ان نعتني بهم من الصغر كما قال الاستاذ من قبل، فلابد من الصغر. واذا انفلتت الامور يعني حتى نتدارك، يعني ما تبقاش، لانك عندما يالف هذا الطفل الصغير يالف جده يالف جداته وخالاته وعماته والمحيطين به واقرب منه، واللي هو طالب يجي لانه يالفهم ويعرف روحه كيجي لهنا يجي باش يرتاح ويجي باش يتعرف على اشياء جديده ويتعرف على امور جديده بل يتعرف على الاصول نتاعو التي ينبغي. فينبغي هذا الاعتناء بهذا الامر منذ البدايه من الصغر، على الاقل ما جاوش الان ربما لدينا من الوسائل ما يجعل هؤلاء الابناء ربما يعيشون، الوسائل التكنولوجيه الحديثه الان، ما الحديث والتواصل عن طريق الكاميرا الصوت والصوره اصبح متاح الان في يد كل انسان، فنتركه نخليه يتواصل مع ابناء عمومته، يتواصل مع ابناء اخوانه اذا كانوا موجودين هنا، يتواصل مع حتى لما لا حتى يصنع اصدقاء هنا، لان هذا الاصدقاء فيعطونه من شيء من سلوكاتهم وشيء من التصرفات الذي ينبغي ان يكون. فاذا هذه الشيء هذا امر ولا اليه مهمه جدا. الاليه الثانيه استاذ قبل نعم. ان نتطرق الى الاليه الثانيه بعد نعم. اذنك مشاهدي الافاضل، حان الان موعد اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الجزائريه العاصمه ومقاربها من مدن، فلنستمع الى صوت الحق. حان موعد اذان صلاه العصر. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عدنا إليكم مشاهدي الأفاضل لنواصل ما تبقى من عمر برنامج مفاتيح لهذه الأمسية المباركة ونتحدث عن أهمية قضاء العطلة في أرض الوطن بالنسبة لأبناء جاليتنا. تحية لكل أبناء الجالية الجزائرية المقيمين خارج الوطن، تابعونا وتواصلوا معنا لإثراء الموضوع. إذن كنا أستاذ عبد الرشيد بوبكري نتحدث عن الآليات لتحبيب الأبناء في وطنهم. نعم. فقلنا ان هذا الامر يبدا من الصغر، لابد ان يربى هؤلاء الاطفال بالارتباط باوطانهم، بارتباط بعائلاتهم، بارتباط بمن هم موجودون هنا. الامر الثاني، لابد هناك من لغه، اللغه التي ينبغي ان يتكلم بها ابناؤنا، لا اقصد هنا اللغه الكلاميه، ولكن اقصد هنا النمط الذي يتكلم به. فنجد ربما بعض الناس لا يعجبهم الحال مثلا هنا في البلاد، لا تعجبهم الاوضاع، او يرون بعض التاخر هنا في البلاد، فيتحدثون عن ذلك مرارا وتكرارا امام هؤلاء الابناء، فيعتقد هؤلاء الابناء انهم سياتون الى مكان اخر لم يالفوه. فهنا لابد اننا نحدث ابناءنا انهم صح هناك الغرب فاتنا بتقدم كثير، لكن حتى بلادنا الان الحمد لله اصبح فيها الكثير من الاشياء الجميله، الكثير من الاشياء التي لا توجد هناك، ولا صح الغرب ولا المكان الذي نحن موجودين به فيه الكثير من الاشياء التي تعتبر متطوره وناميه وغيرها لسبب او لاخر، لكن بلادنا كذلك فيها اشياء طبيعيه. كما قال واحد من من من, من المتدخلين، قال نجينا كل البيوت في تاع البلاد، فهذا الاكل الطبيعي الذي يفتقد، تاكل هنا اشياء، تاكل خضر جديده، جنة فوق الارض. فنجد نجد الكثير من الاشياء الجميله. نذكر نتحدث عن المعالم الاثريه، نتحدث عن المعالم السياحيه، هناك الكثير من الاشياء التي يمكن اننا نرتبطهم بها وياخذوها معهم ذكرى، هذه الذكرى التي تبقى في اذهانهم على مدى طويل. الامر الثالث اللي هو مهم جدا وتكلمنا عنه ربما ونحن من خلال نقاشنا في هذا الامر، وهو لابد ان يحفظ الابناء شيء من القران الكريم كقليلا كان او كثيرا. الحمد لله هناك مراكز، هناك مؤسسات، مراكز ثقافية، هناك جمعيات تقوم بهذا الدور، وينبغي أن يثمن هذا الدور، وينبغي أن يحفظ على الأقل الطفل شيء من القرآن، أن يتعلم بعض الأحكام الأساسية، أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أشياء البسيطة التي ينبغي، لأن هذه الأمور صح على بساطتها لكن فيها ارتباط كبير من الإنسان مع ربه سبحانه عز وجل. هذا الارتباط عندما يكون الشاب ولا يكون الطفل مرتبط بالله عز وجل، فإنما حل حينئذ فهو لا خوف عليه، لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى، لأنه له ارتباط كبير مع الله عز وجل،
ارتباط موثوق مع الله سبحانه عز وجل، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بتحفيز الأبناء وباهتمام الأباء والأمهات خاصة في هذا الأمر، لأن الكثير من الأمهات الآن الحمد لله متعلمات، وخاصة اللي كانوا هنا متعلموا هنا وبعض راحوا لهيك، فلديهم من ثقافة ولديهم من المهارات التي ربما يجعلون هؤلاء الأبناء يرتبطون بهم. نحن لا نقول أنهم يكونوا 100% كما كانوا موجودين هنا، يعني ربما حتى بعض الناس الموجودين هنا ما راحوش وتنقصهم الكثير من الأشياء، لكن هم ما داموا هناك في بلد تحيط بهم الكثير من المخاطر، مخاطر السلوكية، المخاطر الأخلاقية، المخاطر العقائدية، هناك الكثير من المخاطر تحيط بهم، فيحتاج أن يحصنوا، لابد من التحصين، تحصين بحفظ القرآن الكريم، تحصين بحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، أحاديث بسيطة التي تجعل الإنسان دائما على الأقل يكون شيء من القرآن الذي يصلي به الإنسان، على شيء من القرآن يصلي به الإنسان، كي نقول يصلي يعرف ايش معناها الصلاة، يعرف ايش معناها الركوع، يعرف معناها السجود، كيف يسبح، كيف أشياء الأساسية التي يسميها الفقهاء الضروري من علوم الدين، هذا الضروري الذي ينبغي أن يتعلم طبعا. إذا كان الأولياء ليس لهم الدراية الكافية أن يعلموا أبنائهم بهذه الأشياء، فليعطوا ولا يأخذوا أبنائهم إلى من يعلمها الأشياء، والمراكز كما قلنا تعلم الأشياء. الأمر الثاني اللي هو نحن كجالية ممثلين لأوطاننا قبل كل شيء، فنحن نعطي الوجه الحسن، فينبغي حتى وإن كنا هناك لا نفتقد ثقافاتنا. تعجبني بعض النساء من أمازيغيات الأحرار، تلقاها في وسط بلد أوروبي، تلقاها بلباسها ولا بجبتها القبائلية تمشي وتدور، وهذا كمثال نعطيه. فعلى الآباء هنا على أنهم يعطوا يعيشوا أبنائهم، يعيشوا أبنائهم بعض العادات، مثلا العادات في الأكل، العادات في الجلوس، العادات في الأعياد الوطنية والأعياد الدينية، خاصة المولود النبوي، كيف نحتفل بمولد النبوي الشريف، الأعياد مثلا في الأضحية، جاء رمضان، فعلى يعني يعرف الأبناء أهمية هذه المواقفات وأهمية هذه المحطات لدينا كمجتمع حتى يبقوا على تواصل على المجتمع، وهي آليات مهمة. الأمر الآخر هو تعلم اللغة العربية، مهم جدا وأساسي، لأن عدم تعلم فقدان اللغة العربية سيجعل الإنسان يبتعد عن القرآن الكريم، سيجعل الإنسان على الكثير من الأمور الدنيوية، يبدأ حتى يقرأها باللغة أخرى، يقرأها مترجمة ماهيش أساسية. فتعلم اللغة العربية مهم وأساسي في على قدر المستطاع، فلا بد أن إذا كان كما قلنا الأب ولا الأخ ما يعرفش فيأخذ أبنائه إلى من يعلمه. هناك الآن مدارس جزائرية ومدارس في بعض البلدان الأخرى العربية التي تعلم هذه الأشياء، فهذه آلية أساسية تحفظ لنا أبنائنا، كي ولد طفل يعرف يقرأ عربية يعرف يشد ما يعجز باش يشد النسخة من القرآن ويقرأ شيء من القرآن، فإذا أصبح يقرأ القرآن فسيكون أكثر ارتباط بالله وأكثر ارتباط مع نفسه، وهذا يعطيه قوة وقدرة على التفاعل. أمر آخر اللي ربما كذلك مهم هو الاندماج، إدماج هؤلاء الأطفال، وهذا ربما أمر قد يكون لآلية أكثر من الأولياء أكثر عموما، وربما بدأت أحيانا بعض الجهات الرسمية تقوم بها، وهو دمج من الشباب المهاجرين بشباب الشباب الموجودين هنا، الجامعات مع الجامعات، مثلا نأتي بعض الطلبة ولا أساتذة جامعيين في بعض البلدان الأخرى، بدأت بعض الأمور الرسمية تكون لكن ليس بشكل كبير، فإدماج هؤلاء المهاجرين خاصة من الإطارات، خاصة الأدمغة المهاجرة، من أجل أن نستفيد منها في بلادنا من خلال إيجاد إطار مجتمعي أو إطار جمعي، هذا الإطار الذي يجمعهم، هذا الإطار الذي يجعلهم يفيدون بلدهم ويفيدون وطنهم عفوا مما استفادوا به من هذه البلدان المتقدمة مادية ومتقدمة حضاريا الآن، فيفيدون الكثير من الأشياء، فإيجاد وجاد أطر ربما عن طريق جمعيات، ربما عن طريق جهات رسمية، وهذا يعطي وهي آلية قد تقرب الكثير من هذه الجالية. الآن كما قلت هناك بعض الجهات فتح المجال مثلا لبعض المهاجرين بأن يدفعوا السكنات هنا ويحصلوا على السكنات في الجزائر، وهذا أمر جيد وآلية ممكن أنها تجعلهم يتقربون أكثر والعودة إلى أرض الواقع. نعم، فتح المجال مثلا لبعض الناس، نعم هذا ما أقوله، بعض الناس اللي عندهم أموال ويستطيعون أن يستثمروا، سهل لهم الاستثمار في أوطانهم، وهذا يرتبط أكثر باش ما نبقاوش ندوري غير في الجانب البسيط هذاك اللي هو أساسي، صح مهم جدا، لكن ينبغي أن تتسع الآفاق
ونجد من الآليات الكثيرة التي من خلالها ترتبط. لما لا تكون هناك بعض المؤسسات مشتركة بين أبناء مهاجرين وأبناء موجودين هنا في الجزائر، مؤسسات تعليمية، علاش حتى بعض المؤسسات التعليمية أو جمعيات، مثلا جمعيات لها حضور جمعوي كبير فتندمج مع بعض الجمعيات هناك، ويقع الكثير من الأشياء التي ربما الآليات تجعل هذه الجالية جالية مرتبطة بأوطانها أكثر فأكثر بإذن الله. وهذا يدخل أستاذ قرومي في إطار مسؤوليتنا اتجاه أبناء الجالية، يعني هذه التشجيعات تدخل في إطار مسؤوليتنا وواجبنا اتجاه الأبناء ربما يعتبر حق من حقوقهم. شوفي أختي يمينة، الأمر هذا بالذات يعني العناية بأبناء الجالية وتشجيعهم على مسؤولية الجميع. كي نقول مسؤولية الجميع يعني مسؤولية الآباء بالدرجة نقصر في المسؤوليات حتى الأولى، يعني حتى حق كل حق حقه ولكل حتى نحدد يعني المسؤولية. نعم، الآن نحن في 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 البلد يعني الجالية كاين اللي دايرين وزارات خاصة بالجالية. الجالية نعم. لما لا تكون عندنا وزارة خاصة بالجالية؟ عندنا ممثلين في البرلمان تاع الجالية نعم. نعم، لكن لما لا تكون هناك عندنا وزارة خاصة بالجالية تعنى بما يحافظ على هوية أبناء جاليتنا في الخارج، يعني توفر لهم الظروف المواتية حتى نحافظ على هذا الرصيد اللي هم شباب جزائريين لكن يفتقدون إلى القيم نتاعنا، يفتقدون إلى العادات نتاعنا، يفتقدون إلى أصولنا. فلا نريد أن يكون ابننا في المهجر يعني عنده الجنسية فقط لكن ليس له من الجزائرية شيئا. وهم ثروة ثروة طبعا. احنا الشباب نتاعنا أكثر من 75%، احنا كي نقولوا أكثر من 75% شباب الجزائر، نعد الجزائريين فقط في الداخل، لكن لما لا نعد أبناء جاليتنا في الخارج اللي عندهم جنسية مزدوجة؟ كثير من أبناء الجالية عندهم جنسية مزدوجة، فالجنسية التي تخدمهم هي التي يميلون إليها بالفعل، ولا نلومهم على ذلك. ولهذا يا سيد قرومي مثلا كما استفدت مثلا الرياضة من هؤلاء، بارك الله فيك، يعني كنت سأذكر ذلك ورك فيك. فاحنا الآن الفريق الوطني تاعنا استفاد من أبناء الجالية، من تكوينهم نعم، يعني تكوينهم العالي في الجانب الحرفي أو الاحتراف، وهؤلاء أفادوا بلدهم. لما لا يكون ذلك في مجالات متعددة ومجالات أخرى؟ يعني لماذا لا نفيد وطننا بأبناء جاليتنا في تخصصاتهم؟ لما لا نستفيد من العباقرة الموجودون في الخارج وهم شباب، يعني لم يتجاوزوا 30 سنة ولديهم من القدرات العلمية ومن العطاء لهذا الوطن، لما لا نستفيد منهم؟ لما نترك الغرب يستفيد منهم؟ فهم أبناؤنا وأبناء جاليتنا، لما نعتني بهم ونشعرهم بأننا في حاجة إليهم ونخبرهم بأن ما يعطيك البلد الآخر من المادي، وأنا متأكد 200% بأن أبناء جاليتنا لما تفتح لهم الفرصة والأمر يتعلق بالبلد يقول لك أنا أحتاجش الوطنية، أعطيني الظروف المواتية حتى أقدم ما لدي. نعم، وفر لي الظروف، ما نحوس الماديات ما يعني تأتي لوحدها، لكن وفر لي ما يناسبني حتى أفجر طاقتي في بلدي ولا أفجرها في بلد آخر. نعم، فهذه من الأشياء، هذه الوطنية في أسمى معانيها، بارك الله فيك، هذه من الأشياء التي نرغب فيها شبابنا الموجود في الخارج على أن يخدم وطنه، يستفيد من وطنه صغيرا من خلال الزيارات يعني في العطل وحتى في المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية وحتى المناسبات الرياضية. الآن جاليتنا يذهبون إلى مصر لمتابعة الفريق الوطني، لا أحد يستطيع أن يمنعهم، يحملون من ذلك الهم الذي يحمله شبابنا هنا، وهذا شيء جميل. يعني نربي في أبنائنا حب الراية الوطنية، يعني الشيء اللي يدفعهم هو أن يدي الراية ويروح. فهذا الهم اللي هو رصيد وطني يجب أن يثمن، لكن يثمن عند الصغار وأيضا يثمن عند
الكبار حتى لا تذهب يعني جهودهم للغرب ولا نستفيد منهم نحن. نعم نعم، مسألة مهمة جدا. نعم المسألة مهمة جدا، وهناك من يستهين بهذه الخطوات أستاذ عبد الرشيد أبو بكري بمجرد توفر وسائل التواصل الاجتماعي. الآن أصبح التواصل بالكاميرا، وأصبح التواصل سكايب أو الميسنجر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، ولماذا يعني أتي إلى الوطن والسفر وأنا أتواصل؟ يعني هل تكفي هذه وسائل التواصل حتى أنها تغذي فينا هذه المعاني وهذه القيم وهذه الفوائد؟ هي تسمى افتراضية، يعني معنى ما دامت افتراضية ليست حقيقية، فالتواصل تسمى مواقع التواصل افتراضي، على يعني أنك تتواصل افتراضيا مع الآخر. صح هي ربما قد تسهل بعض الأشياء، لكن أن تكون كافية فهي ليست كافية. ليست بديلا. ليست بديلا، قد تؤدي بعض الغايات وتؤدي بعض الأهداف لسبب أو لآخر، لأن الإنسان ما يقدرش يجي. أما أن تكون هي الأصل وهي الأساس في التعامل مع الأشياء، قال خلاص أنا تواصلت معهم، أنا بعثت أس إم إس، أنا فتحت سكايب وشفتهم وشافوني، خلاص يكفي ذلك. هذا لا يكفي، أقول لابد من الاحتكاك، لأن يعني ذلك الاحتكاك الذي يكون من خلال الجلسات، من خلال النقاش، من خلال التقارب، من خلال التواصل، من خلال النظرات بالعين، من خلال احتكاك الجسم بالجسم، هذه أشياء أساسية وضرورية في التكوين، خاصة لا بديل لها. لا أكيد لا بديل لها. عندما يجي الطفل ويلعب بتراب البلاد ويشوف التراب ويشوف التراب هذاك ويتبلبل فيه فسيشعر به أكثر مما يراه فقط على أساس أنه صورة أو صورة متحركة أو فيلم أو غير ذلك. لكن عندما يأتي إلى هنا ويلعب بالتراب ويلعب بتراب البلاد ويمشي فوقه وينام فوقه ويقوم بأشياء هنا، يشعر يأتي ذلك الحين ويشعر ذلك الشعور يجي أكثر. أما أن تبقى هذه المواقع صح كما قلنا لأسباب دافعية، لأسباب خاصة في إطارها ممكن نقوم بها، لما قدرش إنسان يجي ولا أسرات طوارئ معينة وما قدرش إنسان يصير بآخر وذهب بها التواصل. أما أن تكون هي البديل الأساسي وتكون هي الأساس في التعامل فهذا أمر غير كافي. فعلينا الإنسان دائما يقال يتعلم بالمحاكاة. كيف يتعلم المحاكاة؟ أنه يتعلم مما يراه من الآخرين. فالطفل الصغير عندما يأتي مهاجر، عندما يأتي إلى وطنه ويشوف يشوف جده كيف يتعامل، يشوف باباه كيف يتعامل، يشوف خالته كيف يتعامل، يشوف عمته كيف يتعامل، فهو يأخذ في المواسم. نعم خاصة في المواسم كيف يتصرى الأعراس وغيرها وكيف يتصرى، فهو يضيف إلى رصيده، يضيف إلى رصيده الثقافي وتتكون لديه شعلة من الحنين. نعم كلما حان وقت الصيف. لأنه يولي كيجي دائما يجي يعرف بأنه كاين أشياء جديدة راح يتعلمها وكاين أشياء جديدة راح يشوفها، وهو يفتخر بها لأنها من أصوله. وربما يفتقد هذه الأشياء وهو في بلاد الغرب أو في بلاد الغرب، يفتقد لأن الغرب الآن أصبح نظرة مادية، وهم الآن يحاولون في تشريعات وفي قوانين من أجل أن يعيدوا تلك اللحمة الأسرية التي كانت. لكنهم الآن احنا عدنا بالفطرة موجودة عندنا هذه الأشياء، أننا نتفاعل مع بعضنا البعض. والإنسان دائما عنده، حتى أحيانا كي تكون عندك عداوة مع واحدة كي تحس بأنه مريض وراه معلم شاف فتروح تهر عليه وقول قال تسامح، وحتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو مخفف من هذه الأثقال. فلذلك الأطفال إذا نحن ما يتعلمون هذه الأشياء فهي أشياء جميلة، وبالتالي نحرص حرص شديد، وهي قد تكون آلية من الآليات الشديدة والقوية التي تدفعنا إلى أننا نتواصل مع هذه الجالية بطرق متعددة، خاصة ما هنا هذا على الجهات الرسمية، وهو أنها تسهل بعض الأمور. ما هناك بعض الصعوبات في المجيء، صعوبات في الصرف، صعوبات في كثير من الأشياء التي ربما هذه الصعوبات تحتاج إلى التخفيضات من تحتاج إلى تخفيضات في تذكرة السفر التي ربما يعاني منها. كاين ربما المدخول قليل، لا يستطيع أنه يأتي في كل ما يأتي في العام في الثلاث سنوات أربع سنوات، يعني في تخفيضات أحيانا لشركة الطيران مع حلول يعني فصل الصيف، ولكن تبقى قليلة كافية وقليلة، لأنك ممكن تخفيض الواحد، لكن كي واحد عنده عائلة وكبيرة ولازم له أموال باش يجيبهم كامل ما يقدرش. فأحيانا ربما تجربة ربما يقسم من يأتي الأول ومن يأتي الثاني ومن يأتي هذا العام ومن يأتي العام القادم وهكذا. حتى إبقاء جزء من العائلة هناك يعني فيه خطورة، في خطورة عليه. تصور الأب والأم يعني هنا والأولاد هناك يعني، والمجتمع لا يرحم يعني المجتمع الأوروبي. وكثيرا ما نسمع على هذه الحالات أستاذ رامي، كثيرا يعني تقع يعني وقائع كارثية.
الإنسان هنا وعقله مع ولده أو مع ابنته هناك. أي الراحة يعني المطلب الأساسي من العطلة هو الراحة يعني الراحة. لا نفتقد إلى والراحة وكسب نوع من الحنين. احنا الشيء اللي يخلي الابناء الجاليه يفكروا يجيوا للبلاد هو الحنين. نعم. والحنين هذا لا يمكن ان يتم عبر الاس ام اس ولا عبر مكالمه يعني عبر الواتساب ولا غيرها. لا يمكن ان يتحقق. تصور النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف عند الاعرابي اللي تخلوا شافوا يقبل الحسن والحسين ويلعبوا على ظهره قالوا وتقبلون ابناءكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له ولا تفعلون ذلك؟ قال له عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا فيهم أو أحدا فيهم. قال له ما أفعل لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالاحتكاك في الأسرة هذا ينشر الرحمة وينشر المودة. تصوري يعني حتى علماء النفس يقول لك حضن يعني أن تحضن أمك أو أختك يعني أنت في بعيد وراك بعيد وجيت وحضنتها. ف كم هائل من الحنان ومن الرباط الذي يتم بين الأم وولدها. يعني لا يكفي أن قال لكم لاباس أنا لاباس السلام عليكم الحمد لله لكم بخير. هذه لا تكفي. إذن لابد من كما قال الشيخ لابد من الاحتكاك. والاحتكاك حتى بالمشاكل نتاعو. احنا لما يجي الواحد بولاده مع اولاد عمهم ممكن يكونوا صغار يضربوا بيناتهم هذه داخله في التربيه هذه داخله في العقليه نتاعنا. حتى انه اللعب نتاعنا احنا اولادنا كنا صغار حتى اللعب نتاعنا يعني فيه نوع من الرجوله ومن كذا يتعلموا الولد ما تكبرش تفريش يعني خشوشينه فان النعمه لا تدوم هكذا قال عمر بن الخطاب. وبالتالي كل هذه كل هذا الرصيد المعرفي والرصيد الاجتماعي والرصيد الأسري هذا كله ينمي في هذا الولد ربطا وثيقا بوطنه. يعني لما يروح منا يمشي للبلد اللي هو عايش فيه يشوف لي هناك فرق. هناك فرق. علاش الأسر تاعهم دراري ما كاش برا مثلا؟ مثال يعني لما تروح انت للخارج ما تشوفش الدراري هكذا في الطريق وكذا، بينما هنايا يلعبوا عند الباب فيشوف بلي هناك فرق. لماذا هذو يلعبوا هذو ما يلعبوش؟ لماذا هذو يعتنوا هذو ما يعتنوش؟ وتطرح يعني نعرف قيمة الوطن ونعرف قيمة التلاحم الاجتماعي. نعم. يعرف اللحمة الاجتماعية ما دورها. وكل هذا يربي فيه. وهذه مدرسة ومجيئه إلى الوطن هو مدرسة يتعلم من خلالها العيش في حضن وطنه. نعم. العيش بحرية بمعنى لا يمكن أن يأتي أحد لأحد والديه ويجي يقول له علاش ضربت وليدك ولا احنا في التربية نتاعنا لما كنا صغار نخلصه ونورمال عادي. لكن في أوروبا لو ضربت ابنك وذهب إلى الشرطة يعني ينحيوا لك وليدك. صح. نعم. وهذه من الآثار السلبية الموجودة. إما أن تسكت على ابنك بسلبياته وتبقى يعني تجاري الأمر. نعم. وتجاري الأمر وهذا خطير جدا. خطير جدا في التربية. شحال من واحد يعني فقد فقد عقله لما يشوف بنته ادوها له ولا وليده ادوه له بسبب أنه حاول أن ينصحه وأن يرجعه إلى جادة الصواب باستعمال العنف. احنا عندنا أطفال يضربوا بابا يضربوا عمه يضربوا خاله كلهم يعتنون به من أجل أن يبقى يعني مستقيما. نعم. يعني وإن كان قصة في هذا المجال أستاذ. نعم. قريبة القصة حكيتها من قبل وهي أن جاءني أحد الأولياء يشتكي أن بنته كانت تقرأ هناك فدخل في المسيحية ولم يستطع أن يستردها. هو دخل عاود رجع للجزائر لم يستطع أن يسترد ابنته ولا حتى يكلمها لأنه الآن أصبحت محمية بقوانين معينة. أيوة. فهو يعيش هذا الألم لابنته. انفلات. لا هو مسؤول. هو مسؤول ويتحمل مسؤوليتها. لأن الانحراف هذا الانحراف عن الدين سببه إهماله هو. خلل في التنشئة خلل يعني في التربية. لأن الولد عموما الطفل مولع بأبويه بمعنى منذ صغره يرى في مخيلته أن باباه ويماه هم الأفضل بمعنى لا أحد أفضل منهما. وبالتالي كل ما يكون عليه والده هو يقلده. الطفل مقلد فيقلد والده في الحسن ويقلد والده في
في القبيح. فإذا كنت والدا مستقيما فتأكد أن من نعم الله عليك ومن فضل الله عليك أنه يحسن سلوك أبنائك، لأنك أنت حسن. وما كان ربك ليضيع أجر من أحسن عملا، يعني أنت أحسنت العمل في سلوكك، كنت مستقيما، تأكد بأن ولدك يستقيم لاستقامتك. إذا وجدك شد المصحف صورة لأبنائك، نعم يعني صورة يعني. وهذا منذ الصغر يعني، وأنا أذكر حفيدتي صغيرة يعني، نعم. لما تشوف شاد المصحف تقول لها وش هذا، تقول لك والضوحة، هذا وش تعرف. ما شاء الله. فالمصاحف كلها عندها والضوحة، لماذا؟ لأنها سمعت أباها يقرأ القرآن الكريم، يقرأ سورة الضحى، فانغرس في ذهنها باللي هذه هي، هذا هو الضحى. نعم هكذا هي، هذا التربية نعم. بالقدوة التي نحتاج إليها ويحتاج إليها أبناء جاليتنا. نعم هكذا تكون التربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل الرسائل إلى أبناء الجالية. أستاذ عبد الرشيد بوبكري يعود إلى أرض الوطن ولا يفوت فرصة العطلة الصيفية لأنه أصبحت الآن أكثر بالمناسبة عفوا نعم. يعني لا مازال الوقت، لا أقل من دقيقة، معلش أقل من دقيقة. احنا الحمد لله في الجزائر الآن راهي تفتح مخيمات للقرآن الكريم، نعم. في مساجد عديدة وفي إن شاء الله غدا نتناول إن شاء الله موضوع المدارس القرآنية الصيفية أستاذ عبد الرشيد بكري، ونتحدث ونعرض هذه النماذج المنتشرة في لابد يستغلها أبنائنا، نعم. إن شاء الله نعم إن شاء الله يستغلوا هذه الفرصة لأنها فرصة مهمة ومهمة جدا. شكرا بارك الله فيك أستاذ عبد الرشيد أبو بكري. إذا دعوة لأبناء الجالية انطلاقا من هذه أهمية العطلة الصيفية وأهمية العودة إلى أرض الوطن، لمن كانت له الإمكانيات فلا يفوت هذه الفرصة، ولمن تعذر عليه الأمر برامج قناة القرآن الكريم في خدمتكم، توصل لكم الحنين وتوصل لكم القيم والمبادئ لهذا الوطن لأبنائكم. إذا مشاهدي الأفاضل ختام برنامج مفاتيح لهذه الأمسية، نترككم الآن مع برنامج ضيوف الرحمن الذي تقدمه قناة القرآن الكريم تماشيا والتحضير لموسم الحج، متابعة إن شاء الله مفيدة للجميع، على أن ألقاكم غدا إذا كان في العمر بقية. في الختام تحياتي وتحيات الفرقة التقنية التي رافقتني هذه الأمسية، وفي أمان الله.